يقول الله عز وجل: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إذا تبى الله يغير من حالك غير من نفسك. يقول الله عز وجل في آية ثانية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عشان كذا سبحان الله، ليش رمضان هذا ما نخليه صلح مع الله عز وجل ونقول يا رب احنا بنتغير معك عشان الله عز وجل يغير أحوالنا؟ ليش ما يكون رمضان هذا يكون عندنا أهداف، وأهداف سامية وعالية؟ من ضمن أهدافنا ليش ما يكون رمضان هذا أني أختم القرآن واللي هجرته من سنوات، يكون لي برنامج في رمضان قراءة كل يوم 50 صفحة عشان أختم كل 12 يوم، أو 100 صفحة علشان أختم كل 6 أيام، أو كل أسبوع أختم ختمة. ليش ما يكون رمضان هذا يكون عندي هدف بدل ما أصوم 30 يوم أو 29 يوم، ليش ما أصوم 300 يوم 400 يوم 500 يوم 1000 يوم؟ تقول لي كيف؟ النبي السلام يقول: من فطر صائما كان له مثل أجر لا ينقص من أجورهم شيء. حتى في البيت، وانت في البيت يا رب الأسرة ويا ربة الأسرة، لما تفطرين عيالك وزوجك احتسبي الأجر، احتسبي أنك تفطرينهم، وهذول ترى فيهم أجر. من فطر صائما كان له مثل أجر لا ينقص من أجورهم شيء. فلذلك خلونا نغير تعاملنا مع الله عز وجل، ونتذكر قول الله عز وجل: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.